السلام السلام عليكم، هي تحية الإسلام، وهو دين عالمي يخاطب كافة البشر بمختلف أكناسهم وألوانهم، ويدعون الإسلام إلى مجادلة أهل الكتاب بالحسنى وعدم العدوان. يقول الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن فما أروع. تسامح الإسلام وعدله الذي دعا إلى احترام جميع الأديان واحترام الإنسان لإنسانيته دون النظر إلى دينه أو جنسه. الإسلام دين السلام، دين المحبة، دين الرحمة، دين الصلاح، دين الأمان. الحمد لله الذي شاء لنا من المسلمين إسلاما لا رجاء طلبي لا رجاء طلبتي لا رجاء طلب الرما لا رجاء طال الفر لا رجاء طال ذكرتي مرسي أديو جينو خو طال مسلمة إسلام إسرشد إحبيس رجاء إفلاف رشد إحمرسي رشد إفكتنس رشد إفسفتي بريز بيتو الله هوميتس مسلمس دي إسلام استخلقيان إسفرنس خلقيان دليبة خلقيان دغنادة خلقيان دي قد خلقيان دي سيقة هاي قدم سيقات تي أنت مسلمي كما اختهت. ما شاء الله ما شاء الله. يعني الحقيقة عايز أقول لحضراتكم أن أنا ده عمر طفل نابغة، لما حكولي عنه قالوا عنه كلام كتير. أنا بصراحة يعني ما صدقتش أن ممكن يكون عنده الموهبة دي رغم صغر سنه، عنده 4 سنين، لكن لما شفته دلوقتي صدقت. وانتوا كمان شفتوا عمر، عمر حكاية لطفل معجزة موهوب في الخطابة والإلقاء، ممكن يدي دورات في التنمية البشرية بثلاث لغات زي ما سمعنا، يتكلم ألماني، يتكلم إنجليزي، يتكلم فرنساوي، وممكن كمان يلقي بيهم الخطب. وطبعا الحقيقة هو نموذج رائع، نتيجة ان وراه كمان اب فاضل هو اللي كان وراه وعلمه. عمر بيجيد القاء الشعر، القاء محاضرات تحفيزية للشباب، وشارك في اعمال كثيرة في قصور الثقافة، وشارك في اعمال فريق الطلائع للشباب والرياضة، حصل على تشجيع من الجيش الثالث الميداني، حصل على درع محافظة الشرقية، على درع محافظة السويس، على درع من وزارة الشباب والرياضة، على شهادات تقدير من الأوقاف، على شهادة تقدير من الأزهر الشريف، لقب من قبل الأزهريين بأنه أصغر داعية إسلامي في العالم. عمر الآن بيحفظ القرآن وبيقوم بتفسير الجزء اللي بيحفظه متأثرا بفضيلة العالم الجليل الشيخ محمد متولي الشعراوي، فهو يستمع إليه كثيرا. معنا عمر ومعنا الأستاذ محمد أحمد. قلته أنا معجب بيك، اسمح لي أبدي إعجابي الشديد بيك وتقديري واحترامي لك. مين اللي علمك؟ بابا وماما. احكي لي حكايته إيه؟ هو عمر هو انا اتعرف بيك، انا اسف، انا الحقيقه واخدني يعني ما رحبتش بيك الترحيب الكامل. ربنا يخليك يا دكتور، الله يخليك. انا
محمد احمد والد عمر. هو عمر بدا ايه حضرتك؟ انا حاصل على صنف الدعوه الاسلاميه ما شاء الله، وبمارس الخطابه عن طريق الاوقاف بالمكافاه يعني. عمر بدا خطابه من سن 3 سنوات. عنده كم سنه؟ هو عنده 4 سنوات ما شاء الله. بدا من سن 3 سنوات يبدا يطلع المنبر. عرفنا الموهبه عنده ان هو كان يعني هو بيطلع المنبر دلوقتي. هو بدا طلوع المنبر من 3 سنين ما شاء الله، وهو عنده 3 سنين. بدأنا نعرف إن هو